هل تريد أن يحفظك الله عز وجل من كيد الناس ومكرهم؟ إذن فاحفظ معي هذه الأدعية المباركة. الدعاء الأول، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خاف قوما، أي خاف من أذيتهم للمسلمين، قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الدعاء الثاني وهو دعاء الغلام، كما في قصته التي أخبرنا بها الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مع الملك والساحر، فكان كلما أرادوا أن يقتلوه دعا بهذا الدعاء: اللهم اكفنيهم بما شئت. الدعاء الثالث وهو مأخوذ من قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.